تعالوا بقى نروح نشوف اخبار شوارعنا ايه النهارده من خلال زميلنا محمد الايوبي المتواجد دلوقتي في الاداره العامه لمرور الجيزه واللي هيطمنا على حاله المرور. يا صباح الفل يا محمد، ايه الاخبار عندك؟ طمنا. صباح الخير يا لميس، وصباح الخير يا جاد، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه صدى البلد. بالفعل احنا في الاداره العامه لمرور الجيزه عشان نعرف النهارده الحاله المروريه في الشوارع والميادين الرئيسيه لمحافظه الجيزه، اللي رايح شغله اللي رايح دراسته. هنشوف مع بعض ايه حاله الطرق النهارده، وهنبتدي جولتنا المروريه من اولى كاميرات الاداره العامه لمرور الجيزه من كوبري الجامعه المودي لجامعه القاهره والقادم من جامعه القاهره ومتجه للمانيال. هنلاقي فيه هنا سيوله مروريه في الاتجاهين، ومفيش اي مشاكل في هذا الاتجاه اللي راح لجامعه القاهره او القادم من جامعه القاهره. لو نزلنا هنا ده ميدان النهضه والطريق المكمل لكوبري الجامعه، زي ما احنا شايفين الاتجاه اللي راح لجامعه القاهره برضو في سيوله مروريه، والقادم من جامعه القاهره ومتجه ناحيه حديقه الحيوان هنلاقي انه برضو في سيوله مروريه، واللي راح بعد كده طبعا لكوبري الجامعه وبعد كده منطقه المانيال. هنروح لاتجاه اخر ومنطقه اخرى، وده ميدان الرمايه. ميدان الرمايه هو الميدان المؤدي لطريق الفيوم، هلاقي انه في سيوله مروريه في اتجاه طريق الفيوم القادم من طريق الفيوم وهي متجه على شوارع الهرم. هنلاقي انه ايضا في سيوله مروريه ومفيش اي مشاكل رغم وجود بعض اعمال الانشاءات لمترو الخط الرابع الجديد. لو نزلنا هنا طبعا وطريق مهم هو كوبري 15 مايو المتجه من محور 26 يوليو والقادم من محور 26 يوليو ورايح على المهندسين، هنلاقي انه في سيوله مروريه في الاتجاهين. ايضا ميدان سفنكس والطريق المؤدي ليه زي ما احنا شايفين منطقه احمد عرابي والمقادم من احمد عرابي ورايح على شارع جامعه الدول العربيه، برضو في سيوله مروريه في الاتجاهين ومفيش اي مشاكل. لو رحنا هنا ده طبعا ميدان الجلاء، ميدان الجلاء في كل اتجاهات سواء اللي داخل الدقي او رايح على كوبري قصر النيل هنلاقي انه برضه في سيوله مروريه. هنا في بعض يمكن يعني احجام مروريه عشان اشاره المرور اللي هنا، لكن بشكل عام حركه سلسه جدا في ميدان الجلاء وما فيهوش اي مشاكل. وطبعا لو نزلنا هنا كوبري اكتوبر اتجاه القاهره اللي احنا شايفينه دلوقتي في سيوله مروريه رغم بدايه ظهور احجام مروريه متوسطه، لكن في سيوله مروريه في هذا الاتجاه حتى الان، والقادم من القاهره رايح على الجيزه في سيوله مروريه تامه. اخيرا معانا اخر كاميرتين في الاداره العامه لمرور الجيزه، ده كوبري الجيزه المعدني المؤدي لشارع مراد وجامعه القاهره. هنلاقي انه برضه في سيوله مروريه اللي راح طبعا منطقه المانيال، هنلاقي انه في سيوله مروريه في كل اتجاهات ومحاور كوبري الجيزه المعدني. ومعانا هنا ميدان الحصري المتجه لمحور 26 يوليو برضه في سيوله مروريه، واللي راح للمناطق الصناعيه ايضا سيوله مروريه مفيش اي مشاكل. زي ما احنا شايفين النهارده يمكن يوم الاحد مفيش اي مشاكل في الطرق، في سيوله مروريه تامه في كل المحاور والاتجاهات، وفي الاخير بنتمنى السلامه للجميع. شكرا زميلنا محمد الايوبي من الاداره العامه لمرور الجيزه اللي طمنا على حاله شوارعنا بالتفصيل من خلال مناطق كتير. اظن دلوقتي كل واحد عارف اتجاهه هيروح لفين، وان شاء الله توصلوا مشاوركم واشغالكم على خير يا رب باذن الله.